السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه إزاي أعمل تحليل السيولة على جهاز الروبونيك. طبعا من ميزة الجهاز أجهزة الروبونيك إن هي بتقدر تعمل عليها السيولة، فده ميزة بتخليك إن أنت تاخد ميزة جهازين في جهاز واحد، جهاز تشغل كيمياء عادي وتشتغل عليه السيولة. ده جهاز روبونيك كوفيت، وفي فيرجن بعد ده روبونيك ساكشن نفس الشكل ده بالظبط، بس هنا في ووش ونفس السيستم ونفس البرمجة ونفس كل حاجة. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ ندوس على البي تي تي، ودي الزرار اللي بيشتغل عليه البي تي والبي تي تي في نفس الوقت. فهدوس على رقم 7، هيبدأ يقول لي افتح الليد اللي هو الشفة بتاعت الجهاز اللي هو المنطقة بتاعت القياس ديت، وحط الكوفيت. هحط الكوفيت اللي انا هبدأ اشتغل فيها وأقول له انتر. هنا بيقول لي ميكس سامبل اند بريس انتر، هروح مطلع الكوفيتة بتاعتي. طبعا انا كنت مجهز كل حاجة، عامل اوكيبيشن وعامل اوكيبيشن للسامبل وعامل اوكيبيشن للكالسيوم كلورايد. طيب البي تي تي بيشتغل ازاي؟ بنحط اول حاجة 100 من السامبل على 100 من محلول البي تي تي، ونسيبهم في التحضين لمدة 2-3 دقايق لحد ما ياخدوا درجة حرارة 37. فأنا مجهز الحاجات دي كلها وعامل تحضين السامبل والرياجنت في قلب الكوفيت ومحضنهم كويس عشان الفيديو ميبقاش طويل ويبقى يعني يبقى سهل عليكم خالص. فأنا حطيت 100 من السامبل و100 من الرياجنت، عملت لهم ميكس وسبتهم في الكوفيت وسبتهم لمدة 2 دقيقة. خلاص انا هبدا بعد كده بعد ما عملت ميكس من السامبل وميكس من البي تي تي وخدت منهم 100 على 100 وحطيتهم في الريج في الكوفيت، هبدا اخد الكوفيت بتاعتي وابدا احطها في قلب وحده القياس واحط عليها الكالسيوم كلورايد. ادي الكالسيوم كلورايد بتاعي، كالسيوم كلورايد هاخد منه الميت مايكرو. ادي الميت مايكرو بتوعي واحطهم في قلب الكوفيت وهي وادوس، وبعد كده ادوس ايه انتر. هيقول لي بليز ويت ويبدا الجهاز بعد كده يعد معانا وتشوف النتيجه بتاعتنا هتطلع كام. طلعت معانا 16 ثانية وجزء من الثانية. فكده أنا اشتغلت مين؟ عينة بي تي تي، حطيت 100 من السامبل على 100 من المحلول، عملت لهم تحضين كويس وحطيتهم في الحضانة، وبعد كده حطيت عليهم 100 وبدأت أقيس. هنطلع كده الكوفيت، هنلاحظ شايفين؟ اتكونت الجلطة بتاعتي. فكده نقدر نشتغل تحليل البي تي تي. طب لو بي تي بقى، البي تي هنحط 200 مايكرون بس من السامبل في قلب كوفيت ونحضنها هنا، وبعد كده بنحط عليها 100 مايكرون من السامبل. يبقى هنحط 200 مايكرون من الريجنت، اسف من الريجنت، ونعمل لهم تحضين، وبعد كده بناخد 100 من السامبل ونقيس على نفس البرنامج. يا رب اكون افدتكم في الفيديو البسيط ده ازاي اشتغل البي تي والبي تي تي. يا رب يعني اتمنى منكم ان انتم تشتركوا في القناه، ولو الفيديو مفيد تشتركوا في القناه واعجاب عشان الفيديو ينتشر لاكبر قدر من الزملاء.